جدال صباحي متكرر تبدأ به نجلاء يومها في إيقاظ أولادها لموعد المدرسة. روتين يومي لا يمل منه أفراد هذه الأسرة المصرية الفقيرة في منطقة إيواءات الغابة بعين الصيرة في مصر القديمة. بينما تحضر الأم الإفطار للأسرة الذي أعدته قبيل استيقاظهم، يكون الأب خارج المنزل، فهو دائم الترحال وراء الرزق. بلبسهم وإيه؟ وخليهم يمشوا، وساعات والدهم بإيه؟ بيروح معاهم، خليه هو إيه؟ يوصلهم. بس هو برضو عشان صحته تعبانة وكده، هو الفلوس اللي يعني بتبقى معانا هي ماشيانة العيال الصبح، ممكن ما بيكونش معانا نصبح تاني يوم ما أقدرش إن أنا ماشيهم. والله بقعد بالأسبوع إن أنا ما أقدرش إن أنا ماشيهم، لأني معيش مثلا إن أنا إيه أجيب لهم لقمة يفطروا بيها الصبح، أو حاجة أديها لهم مصروف إن هم يمشوا بالصبح. عقبات عديدة تواجه الطفلتين حتى يصلا إلى مدرستهم، رغم أنها لا تبعد كثيرا عن المنزل ويعلمون طريقها جيدا. أما محمد الأخ الأكبر فالجزء الأصعب الذي يواجهه الزحام داخل الفصل في مدرسته الحكومية، الذي لا يترك له فرصة مواتية لمتابعة دروسه وشرح معلميه. في مدرسات بتشرح كويس، وفي لا، في بيقعدوا يضربوا خلاص، في مدرسين بتيجي تقعد وخلاص بتشرحش حاجة. عيال كتير أو نحن أكتر من 45، يعني عيال بيساعد بيرخموا على المستر. بعد أن يذهب كل إلى سبيله لا تنتهي مهمة نجلاء، فبين شراء الطعام وتجهيزه ينقضي نصف يومها من أجل تجهيز وجبة طعام متواضعة في عناصرها ومناسبة للوضع الاقتصادي الصعب لهذه الأسرة، وليتها كانت دائمة. لو مثلا معنا مثلا فلوس أقول لها أنا أروح هاتي لي مثلا 3 جنيه جبنة على جبنة قديمة على طحينة، وابعتها تاني أقول لها خدي 2 هاتي إيه، هاتي بهم قوطة جامدة ونجيب جنيه خيار ونقطع كده وناكل إيه ونقضيها كده وخلاص. والله ساعات ما يبقاش معايا حتى جنيه، ما بقاش معايا أساسا جنيه أجيب بيه عيش. هذه الغرفة الضيقة هي كل ما تملك هذه الأسرة، هي للأكل والنوم وتحضير الطعام. وبعد عودة الجميع إلى المنزل وقت سمرهم يقضونه فيها، يخففون به من حدة ما يواجهون من أوضاع معيشية صعبة. حال هذه الأسرة الفقيرة من حال تلك المنطقة العشوائية المحرومة من ضروريات العيش ومتطلبات الحياة اليومية، لكن الرضا بالمقسوم هو سلاح الأسر القاطنة بها في مواجهة مرارة الحياة بين الزحام ونقص الخدمات. من القاهرة هاشم مناع، اليوم على الحرة. وغدا حكاية عربية أخرى يرويها الزميل زين العابدين جبارة من الجزائر.